واهلا بيكم. فيلم ابو صدام، لما فكرت اشوف الفيلم توقعت اني هشوف فيلم جامد جدا، بطولة محمد ممدوح واحمد داش، ومن اسمه كده قلت اكيد هيحكي لنا ملحمة تاريخية عن ابو صدام، انما انا اللي اتصدمت الحقيقة من ابو صدام واتخدعت كمان لما تخيلت ان انا هشوف ابو صدام سواق التريلا اللي عنده قيم ومبادئ واخلاق والتزام على الطريق ومواقف انسانية والحاجات الجامدة قوي دي. لكن اول ما اتفرجت وبعد شوية اكتشفت ان انا بشوف حاجة غريبة ومختلفة متميزة جدا، لكن مش في الجمال والروعة والمبادئ والقيم ومواقف الانسانية، انما في قلة الادب، في قلة الشخصية، في الشخصية القوية المريضة، في البجاحة، قلة الذوق والضرب والإهانة والعجرفة الكذابة. واحد شايف كل عيوبه مميزات، حاجة كده تقرف من الآخر. غير بقى المشاهد اللي ملهاش 30 لازمة خالص، يعني لو عايزين نصيحتي فيلم هتضيع وقتك لو شفته. وانا عن نفسي ورأيي المتواضع الفيلم ما عجبنيش خالص، وشايفة انه لا يستحق المشاهدة. تعالوا كده نشوف مع بعض انا كمشاهد استفدت ايه من فيلم زي ده، ايه الرسالة اللي وصلها لي لما اشوف يعني مثلا فساد بعض السواقين التريلات وقذرتهم، ايه الابداع الفني اللي في موضوع زي ده. كان ممكن من الاخر يتعمل فيلم تسجيلي لشوية من السواقين القذرين مثلا ويتعرض، ويبقى معروف ان ده فيلم بيصور لنا فئة معينة من السواقين. انما انا اشوف فيلم مفهوش غير بطلين وماشيين على الطريق والباقي كلهم ضيوف شرف طول الوقت ماشيين على الطريق طول الوقت، بس ما شوفش غير كده وشوية مواقف كده ملهاش اي لازمة وشوية مشاهد ملهاش 30,000 لازمة، ليه عشان ايه اضيع وقتي في حاجة زي كده؟ تقولي في مشاهد زائد 18، قال 18 قال الفيلم اصلا كله ما ينفعش يتعرض في اي بيت، يعني انا مش شايفة ان انا اعرض حاجة زي كده في بيت مصري او عربي اسرة تتفرج عليه، لا اطفال هينفع تتفرج عليه، لا بنات ولا امهات لما اكون قاعد بتفرج كده على فيلم زي ده وخايف يجي مشهد كده ولا كده ما ينفعش اخوك الصغير او اختك الصغيرة تشوفه ولا حتى مامتك. لو عايز تعمل حاجة زي كده مش لازم تكون صريحة قوي كده بالشتايم الجامدة جدا اللي فيه، بالمواقف اللي ملهاش لازمة، بالشتيمة، بالضرب، بأي مشاهد إباحية، مش لازم تكون بالصراحة دي قوي. والموضوع بصراحة كله ملل لما بقعد بتفرج ساعة ونص ولا ساعتين إلا شوية على فيلم كله على الطريق، أنا مش حاسة يعني عينيا تعبت زهقت، فين بقى أشوف ألوان تانية، أشوف أشكال تانية، أشوف أماكن تانية، أحس بشكل جميل بشوفه، ديكورات حلوة بشوفها، فين الكلام ده كله؟ الرملة حلوة والسماء حلوة وده منظر جميل، بس ما بقاش شايفاه طول الوقت طبعا. وشايفة بقى العربية من وقت للتاني، طب فين بقى، فين اللي أنا أحس إن أنا قاعدة بتفرج على فيلم ومستمتعة بيه؟ ما اقدرش انكر طبعا ان محمد ممدوح متميز جدا وبيتمكن من اي دور بيعمله بشكل رائع، وتمثيله طبعا فوق الخيال، انا مش هقدر اتكلم على تمثيله نهائي، هو متمكن من اي دور بيعمله، لكن الفيلم ده ما كانش يستاهل ان هو يعمله. احمد داش كمان شاطر وبيشتغل على نفسه وبيتطور من وقت للتاني، وكل دور بيعمله بيبقى احسن من اللي قبله، بس برضو الفيلم مش حلو. خلص بقى سريع عن الفيلم اللي عصبني جدا وما كنتش مبسوطة وانا بتفرج عليه خالص، نشوف كده ملخص سريع. ابو صدام سواق التريلا اللي بتحسه في الاول ان هو راجل عنده مبادئ وقيم ونضيف جدا وملتزم بقواعد الطريق 100 100، لكن بتكتشف مع الوقت ان هو واحد شخصيته حادة جدا وقوية، لكن بوقح بيتعامل مع كل الناس بتعالي وكأنهم شغالين عنده، الكل بيكرهه محدش بيحبه، لا السواقين ولا التبعين. قعد كذا سنة ما بيشتغلش وما بيسوقش على تريلا بسبب مشاكله كتير معاهم كلهم، حتى التبع الجديد اللي بيشتغل معاه اللي هو احمد داش بيعامله بمنتهى القسوة والشدة وبيتحكم فيه زيادة عن اللزوم. لما فكر يجيب مشروب يشربه قال له احنا ما بيتشربش مشروبات ساخنة في العربية، الولد طبعا بمنتهى البساطة رميه من الشباك، فبيزعق له وبيقف على الطريق وبيقول له انزل جيب الكوباية، ولما بينزل يجيب الكوباية بيقول له انت لازم تحترم الطريق عشان الطريق احترمك. طبعا انا عن نفسي كمشاهدة اتبسطت جدا ان في سواق عنده المبادئ دي والقيم دي، وايه ده يعني مش عايز يرمي كوباية في الشارع، يا سلام. لكن بعد شوية اكتشفت ان دي لا نظافة ولا التزام بالطريق ولا اي حاجة، القصة كلها انه عايز يتحكم في التباع وبس. ده غير بقى ان علاقته سيئة جدا
بمراته، وقبل كده كان مطلق كان مطلق سوري، وعلاقته برضو كانت سيئة جدا بطليقته اللي اهلها ما صدقوا ان هما طلقوها منه. مراته الجديدة بقى بيعاملها بمنتهى العنف وبيضربها طبعا وبيشتمها وبيهنها وبيمسح بكرامتها الارض، وده ظهر لينا على مكالمات التليفون الكتير اللي حصلت ما بينهم وبين بعض، لدرجة ان هي عايزة تروح تحضر فرح حد من قرايبها بيحلف عليها يمين طلاق ان هي لو خرجت من البيت ما ترجعوش تاني لمجرد ان هي عايزة تروح تحضر الفرح. يعني مش بس كل العيوب اللي فيه، لا ده كمان عنيف جدا مع مراته، ضرب وشتيمة وإهانة، عنيف مع اللي شغالين معاه. كل ده بقى كان كوم، واللي بيحصل على الطريق ده كوم تاني لما بيروح يحضر الفرح بتاع قرايبه ده وبيتعرف على رقاص هناك وبيتفق معاه وبيجيبها معاه في العربية، وبيحصل بينهم علاقة غير شرعية في الكابينة عادي جدا في العربية وعلى الطريق وسايق وهو مخمور، حتى لما بيقف في الكمين بيتعامل مع الضباط بغباء وقلة ذوق، بيخلي الضابط طبعا يقعده على جنب لمدة ساعات طويلة جدا علشان هو اتعامل معاه بغير احترام، وده طبيعي جدا. وكانت التهمة المتوجهة له انه هو مش بيحترم الطريق ولا الناس اللي معاه على الطريق، لان كان في واحدة بتحاول تعديه بعربيتها على الطريق، لكن هو طبعا بيستقصدها طول الطريق، ولما بيقفوا في مكان عشان يشربوا حاجة طبعا بيطاردها وبيتريق عليها وبيلقح عليها بالكلام وبيطلع يجرح لها العربية بتاعتها، لكن لما بيوقفوه في الكمين بقى بيقرر انه ينتقم منها. وفعلا بيصادفها تاني على الطريق وبيحاول يزنق عليها وهم ماشيين، بيزنق عليها بكل ما يقدر، لدرجة ان هي العربية فعلا بتعمل حادثة وبتتقلب وغالبا بتموت. يعني انت علشان هي حاولت تعديك تقوم تنتقم منها بالشكل ده؟ غير ان بقى المشهد اللي بيجيبوه ليه هو والرقاصة اللي بيكونوا في كابينة العربية ده طبعا ما يصحش ابدا عرضه بالشكل ده جوه الفيلم، كان المفروض التلميح عنه فقط، واحنا اكيد هنفهم يعني احنا مش صغيرين ومش اغبياء، ومجرد التلميح يكفي احتراما لاي اسرة بتفرج. طب كده بقى ابو صدام هيبقى قدوة مثلا لكل السواقين لما يشوفوا ابو صدام واللي بيعمله ابو صدام على الطريق والمشاكل اللي عاملها مع السواقين ومع التبعين، حتى لما بيقف في الكمين ما بيتعاملش باحترام، هو اللي ما بيتعاملش باحترام مش هما بيعملوه بمنتهى الاحترام، لكن هو قدوة لقلة الأدب وقلة الذوق والبجاحة وكل حاجة مش كويسة. المشكلة كمان التباع اللي من أول لحظة شفناه فيها وهو ما بيسيبش السيجارة من إيده وهو ولد صغير، المفروض يعني إن هو بيمثل مثلا في سن عنده مثلا 13-14 بالكتير 15، يعني طفل، ايه السيجاره اللي في ايده طول الوقت، الموبايل اللي ما بيسيبوش ولا لحظه، وطول الوقت بيتفرج على فيديوهات وتيك توك ومش عارف ايه ما بيسيبوش ثانيه من ايده، وبيصور نفسه طول الاوقات برضو عشان ينزلها على اليوتيوب او التيك توك او الكلام ده كله. المشكله ان هو بيجيله صوره من واحده يعرفها، بيمسك يقعد يكبر في الصوره، يكبر الصوره على اماكن ما يصحش ان هو تظهر لنا على الشاشه بالشكل ده ويتفرج عليها اطفال او حتى شباب قده. طب ما هو كده يعني ده ما يصحش، ده ما ينفعش، الحاجات دي المفروض ما تبقاش كده قدام الاطفال قدام الشباب، ان احنا بنقول لهم ان دي القدوه بتاعتكم، شوفوا اللي ما بيسيبش السيجاره من ايده ولا ثانيه، شوفوا قاعد بيبعت صور ايه للبنات والبنات بتبعت له ايه، وقاعد بيتفرج على فيديوهات شكلها ايه، حتى كان بيفرج برضو ابو صدام على فيديو من الفيديوهات اللي عنده ابو صدام، اتفاجئ. كل ده ازاي يتعرض لينا بمنتهى البساطه والسهوله بالشكل ده؟ انا شايفه ان الفيلم بصراحه مش ناجح خالص، فيلم لا يستحق المشاهده، وكمان المفروض يتوقف، لان المفروض اي عمل فني يوصل لنا رساله بقيم مبادئ بمشاعر معينه، يوصل لها اي رساله، حب، تضحيه، مثلا صداقه، اخلاص، اي رساله من الرسائل اللي احنا بنحبها، الرسائل الساميه اللي حوالينا في المجتمع اللي كلنا شايفينها وحاسينها وعايشين فيها، مش لازم يعني يقدم لنا صوره قذره لناس قذره واحنا نقعد نتفرج هنبسط، اكيد مش هنبسط. فعلا انا شايفه ان الفيلم ده لا يستحق المشاهده نهائي، واشوفكم بخير ان شاء الله في عمل جديد، وما تنسوش لايك وشير، ويشرفني جدا اشتراككم في قناتي، واشوفكم بخير ان شاء الله في عمل جديد، ومع السلامة.